أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا. يعتبر محو الأمية والتعليم من أهم المكتسبات التي حصلت عليها النساء لتغيير واقعهن، وبعدها أصبح البحث عن عمل من أولويات عدد كبير من النساء، تأمينا للحاجات المادية أو رغبة في تحقيق ذات مستقلة. واستمر التزايد في انخراط النساء في العمل، لكن انخراط النساء في العمل خارج المنزل ضعف من واجباتهن وجعلهن مرهقات بين أعباء العمل وأعباء المنزل، وهذا يتطلب دعما اجتماعيا وقانونيا للمرأة العاملة. فهل نالت المرأة العاملة هذا الدعم؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن ألتقي بالدكتورة سوسن بيطار، عضو هيئة تدريسية في كلية الحقوق في الجامعة العربية الدولية الخاصة اختصاص قانون عام. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا فيك وكل من عم بيحضرنا. أهلا بك دكتورة. كما تحدثنا أن المرأة هي أحد دعائم المجتمع وهي عنصر بشري مهم في تطوير هذا المجتمع. السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم الدستوري الذي ألقاه أمام مجلس الشعب في 17 من شهر 7 لعام 2000 قال: كل ما سبق يصعب تحقيقه ما لم تكن المرأة مشاركة فيه من موقعها كنصف للمجتمع حقيقي لا وهمي. المرأة السورية أثبتت أنها النصف الحقيقي وأم النصف الآخر. هذه المقولة جاءت ربط عملية النقد والبناء والتطوير بمشاركة المرأة في هذه العمليات، فكيف أثبتت المرأة السورية جدارتها في هذا المجال؟ لا شك أن المرأة هي نصف المجتمع من حيث التكوين، إلى أن كل المجتمع من حيث التأثير. المرأة السورية كانت إلى جانب الرجل منذ الأزل إلى الآن، تشاركه في جميع المجالات جنبا إلى جنب. حتى في الحرب المرأة كانت موجودة وبشكل فعال، الآن وبالماضي. بالماضي كان يصطحب النساء إلى الحرب لبث روح الشجاعة والإقدام لتحفيزهم. كمان أيضا كانت المرأة تساعد في الحرب بالقتال وتقديم الخدمات، وربما يكون المناضل في الصفوف الثانية والثالثة له دور أكبر بكثير من المناضل في الصفوف الأولى. صحيح. هناك علاقة بين المتغيرات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ودخول المرأة إلى سوق العمل، فهذه العلاقة الطردية وخاصة في الواقع السوري، حيث أن المرأة السورية في بعض العائلات أو في أكثر العائلات هي المعيل، وفي بعض الآخر أخذت دور الأم والأب. كيف تشرحين لنا هذه العلاقة الطردية بين هذه المتغيرات ودخول المرأة سوق العمل؟ حقيقة إن الأوضاع اللي مرت فيها سوريا، ظروف الحرب واللي تلتها أوضاع اجتماعية واقتصادية ناتجة عنها، وجدت المرأة نفسها في بعض الأحيان بلا معيل، وبأحيان أخرى كانت هي المعيل. صحيح. الأمر اللي دفع المرأة أنه تنزل لميادين العمل بقوة. أكثر من ذلك وجدناها في أماكن لم نألفها بالسابق. استطاعت المرأة أن تثبت وجودية بجميع الأماكن العمل، ما كان في لا تخاذل منها أبدا بهي المجال. فأثبتت المرأة نفسها في مجالات نحن ما كنا نشوفها. يعني أنا صراحة تفاجأت وشفت بعض النساء بيشتغلوا بميكانيك السيارات. صحيح. بعض الآخر اشتغل بالنقل، يعني سائق تاكسي. فكل هالشيء هاد طبعا إيمانا فيها بأن هي لازم تساهم بالبناء، وكان لها دور كبير بالعطاء. صحيح. كما ذكرتي دكتورة، يعني بعض النساء عملت كمعيل، البعض الآخر مساعدة للرجل، البعض الآخر لإثبات الذات، وبعضهم أيضا لإثبات دورهن في مرحلة إعادة البناء والتطوير. طيب، المرأة عندما تدخل سوق العمل هناك بعض المعوقات التي قد تواجهها، ما أهم هذه المعوقات؟ هلأ أكيد في معوقات كثيرة بتحيط مجتمع المرأة، ابتداء من مجتمع إلى بأسرتها من ناحية الأهل أو الزوج إذا كانت متزوجة، وبعدين وقت تدخل لسوق العمل كمان في هناك معوقات. هلأ المعوقات اللي بتتجسد من ناحية الأهل، كثير بنشوف أهل مو بس ما بتسمح للمرأة أنه تعمل، في بعضها ما بيسمح لهم أنه يتابعوا تحصيلهم العلمي. صحيح. فالمرأة في عائق كبير من جانب الأهل،
من جانب الزوج بعض الأزواج بيقول لك أنا ما بدي إياها تشتغل، يعني ما بدي إياها المرأة، ما أنا لا أؤمن بعمل المرأة. بعضهم بيكون المرأة عاملة بس بيحط لها عوائق، يعني ما بيقولها بشكل مباشر أنا ما بدي إياك تشتغلي، بس بصير ما بيحملها فوق طاقتها وما بتحمل مع الأعباء، فهالشي هذا بشكل حاجز إنه دون استمراريتها بالعمل. في مجال العمل كتير منشوف أرباب العمل إنهم بفضلوا الرجل عن المرأة في مكان العمل، هالنظرة التهميشية للمرأة إنه المرأة ما بتقدر تقوم بالدور يلي بيقوم فيه الرجل. طبعا هذا عائق كبير، مع كمان عدم توفر خدمات مثل المواصلات اللي صارت كتير قدام، يعني بنات لك مواصلات صعبة وكذا، فأصبحت عائق، أصبحت عائق. المرأة المتزوجة إذا ما في دور حضانة لأولادها يروا لها، كمان بتفكر إني أنا ما بدي أعمل مشان لحتى يكبروا أولادي، ومن هالأمور هاي. كمان ممكن إنه بمكان العمل تتعرض المرأة للتحرش والمضايقات من زملائها، فهالشي هذا بشكل لها إنه بصير عندها أنه هذا النموذج بده يتكرر بأماكن أخرى، يعني أنا لو تركت العمل لحلاقي بمكان ثاني بعد هدول الزملاء اللي بدهم يعملوا معي هيك، فهالشي هاد بيدفع انه تترك العمل وما ترجع تعيد التجربة مرة تانية. هذه الأمور سنتحدث عنها بالتفصيل دكتورة خلال الحلقة، لكن دعيني الآن أركز على موضوع التعليم. هل من الضروري اليوم أن تحصل جميع النساء على التعليم، سواء التعليم النظامي الرسمي أو بعض التعليم من التعليم غير الرسمي؟ وكيف تؤثر عملية تعليم المرأة على دخولها مجال العمل ومشاركتها في بناء المجتمع؟ هلأ التعليم للمرأة طبعا ضروري، تعليم المرأة ما أظن هلأ إلا إذا كانت ظروف الحرب حالة دون إنه متابعة التعليم، إنه في لسه لهلأ أمية عنا ما بعرف إذا في، فأكيد هالشي هذا تجاوزناه بالنسبة للتعليم. أما بالنسبة للتثقيف، المرأة لازم تثقف نفسها إلى جانب التعليم. الثقافة إن يكون عندك معلومة شيء عن كل شيء، فأنا المرأة لازم يكون عندها ثقافة إلى جانب العلم، حبت تتابع مسيرتها بمجال معين من العلم، هذا بيكون شيء كتير كبير. نحن محو الأمية، أنا بالنسبة إلي البكالوريا يعني صارت مو قبل، كنا نحن الابتدائي يعتبر محو أمية، بس الشيء اللي عم شوفه أنا كدكتورة جامعة أنه لغاية البكالوريا هذا يعتبر محو أمية، اللي ما معه البكالوريا هذا أنا بعتبره أمي. صحيح، أصبح العلم ضرورة إلى هذه المرحلة. طبعا حتى يعني إذا تجاوزت، يعني عم نشوف نحن بمجال عملنا، أنا بالإضافة إلى أني دكتور جامعة كمان محامية، يعني عم نشوف مشاكل بتصير السبب منها أنه الأم مثلا ما بتعرف تقرأ وتكتب، يعني أو ما عندها جهل المرأة سبب. حتى يعني أنا بالعلم ما بدي لا أشتغل، بدي إياها لتربية أولادي. تماما، يعني كتير أحيانا بتغلط المرأة بالمجال هذا، لو بتعرف تقرأ وتكتب بس ما عندها الثقافة هي لتقدر تميز بين أنه هذا صح أو هذا غلط، أو هذا بقدر أنا أعطيه لابني أو هذا ما بقدر أعطيه لابني. حتى بالتدريس، يعني إذا ما كان عندك مستوى عالي، بس كتير أمهات بيلجأوا من أنا ما لح أقدر أدرس ابني، فأكيد المعلمة اللي عم تجيبيها لابنك دروس خصوصي أكيد ما لح تعطيه، يعني بالنهاية هذا جاي يؤدي خدمة بمقابل. تماما، فما لح يكون مثل ما أنت بدك تحترقي أنا بدي أدرس ابني. تماما، أنا لن تكون كحرص الأم وقلب الأم. أكيد فهو يعني فهم الولد، ما فهم عطى الدرس وطلع. فالمرأة علم المرأة وثقافتها كتير هام ابتداء من الأسرة، هي إذا ما بدها تطلع وتشتغل وبدها تكون معيلة لنفسها أو معيلة لأولادها لا سمح الله إذا كان ظروفها لا تسمح لها أو لا تملك معيل. صحيح دكتورة، متى يسمح للنساء بالعمل ليلا؟ هلأ هاي الحالات حددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طبعا بنص القانون. نص القانون قانون العمل احنا وقت حرم أو حذر أنه تعمل النساء ليلا، قال أنه بعض الأعمال لاحقا تحدد طبعا بقرار من الوزير المختص. الوزير المختص هو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، حدد هذه الأعمال بقرار منه. من بعض نذكر على سبيل المثال بالمستشفيات والعيادات، فأكيد أنا ممرضة لازم تعمل ليلا. تمام. وسائل الإعلام، يعني نشوف المذيعات ممكن يعملوا لساعات متأخرة من الليل. صح. المسارح، شركات الطيران طبعا حدد على سبيل الحصر بقرار منه. إذن هذا التحديد على سبيل الحصر. طبعا.
تمام. اسمحي لي دكتورة بأن نتوقف مع هذه المادة ثم نعود لنكمل الحوار. دكتورة جمانة حسام العضل، موجهة اختصاصية للإرشاد النفسي بمديرية التربية بريف دمشق، ودكتورة بالإرشاد النفسي والتربية الخاصة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بمديرية التربية بريف دمشق. أهلا وسهلا فيكم. دكتورة خلينا نحكي أول، ماذا تأمل المرأة من عملها؟ المرأة العاملة هو خيار، يعني إذا بدنا نقول إنه نحن بخيارنا منروح للعمل كنساء أو كمرأة، فهذا الخيار هو بيجي سلوك، وراء كل سلوك نحن في قاعدة بتقول وراء كل سلوك هو حاجة، فالحاجة من وراء هذا السلوك هي حاجات نحن يمكن الأغلب نطلع عليها أنه هي حاجات فيزيولوجية مادية أو مالية، لكن الأكثر هي لا، هي حاجات نفسية، حاجة للانتماء، تشوف وسط خارجي غير اللي بتقعد فيه بالبيت، حاجات اجتماعية، حاجات انتماء، حاجة للأمانة والاستقلال الاقتصادي بحد ذاته، والأهم من هيك هو الحاجة لتحقيق وتقدير الذات اللي هي بتطمح فيه المرأة أنه يكون في إلى شيء مميز ببيئتها الأسرية، ببيئتها الاجتماعية، ما تكون هي حدا عادي، وأنه يضيف هذا العمل لشخصيتها شيء إيجابي. شو الدوافع اللي بتخلي المرأة عنصر فعال بتنمية المجتمع؟ كلمة عنصر فعال أنا بشوفها أنه كل النساء هي عنصر فعال، سواء كانت بتعمل داخل أو خارج المنزل، لكن نحن وقت من نقول عنصر فعال وخارج المنزل فهو كمان بنرجع لدوافعه، هاي الدوافع غالبا بتكون دوافع داخلية مو خارجية، يعني أبدا ما هي بس لتحصل المال مثل ما حكينا، وهي الدوافع الداخلية هي على صعيدين، على صعيد جماعي يعني هي المرأة بتطلع لتثبت أنه كل النساء هن جيدات، هن قادرات، ما هن أنقص من الرجال بأي شيء، وهذا أثبتته حتى بمهن صعبة، بمهن خطرة، بمهن حساسة. وفي نقطة تانية أنه هي الدوافع الداخلية اللي بتثبت فيها شخصيتها بحد ذاتها كأنثى أنه هي لا تنقصها عن الرجل أي قدرات ذهنية أو عقلية أو حتى أيام كانت جسدية بأشد المهن حساسية. برأيك هل الزوجة العاملة متساوية مع الزوج العامل؟ هلا كزوج وزوجة بالقانون يمكن هو إيه، لكن بالحياة الاجتماعية عم نشوفها هو لا، فهذا التساوي ما هو مساواة معادلة، أنا اللي بشوفه هو المساواة هي المشاركة، هي المشاركة مو التنافسية، يلي بيكون بين الزوج والزوجة هو مودة ورحمة، هو تقدير للظروف، وهذا بترجع لنظرة وفكرة كل حدا فينا عن الطرف الثاني. الفكرة الأولى بتنبع من المرأة بحد ذاتها، وقت هي بتشوف حالها أنه هي هذا العمل بيضيف لها قيمة مضافة، هل هو بيعطيها هذا التقدير والاحترام اللي كانت عم تأمله من السؤال الأول اللي حكينا فيه، فوقت بيكون بيضيف لها هذا الموضوع بنلاحظ أنه هي المرأة بتروح بتنسق أمورها وبتكون مدبرة، وحتى يمكن شاطرة بأمور المونة وأعمال المنزلية حتى أكثر من المرأة اللي قاعدة ومتفضية ببيتها وما عندها شيء. وبالطرف الثاني هو نظرة هذا الزوج وتقديره لهي المرأة يلي هي عم تاخد أعباء إضافية زيادة عن أعباءها، فهو كيف بيشوفها، كيف رضا عن هذا العمل، كيف متصالح هو مع هذا الأمر إنه زوجته خارج المنزل وداخل المنزل، كل ما كان في تشاركية وكل ما كان في تقدير لهذا الموضوع بيصير أهون وبيصير هاي المساواة أفضل. لو ما وصلنا للمساواة بنوصل للعدل، وهذا أهم من المساواة واللي نحن بنطمح له انه يكون هي المشاركه، لانه هي الظروف هلا صعبه، شايفه انت بهي الاوضاع الاقتصاديه صار في ضروره لعمل الزوج والزوجه، فيا هالمركب نحن بنكون عم نجدفه يمين ويسار مع بعض، يا بده يختل توازنه، وهذا اللي بنأمله. برايك شو اهم الصعوبات اللي بتواجه المراه العامله؟ الصعوبات اللي بتواجه المراه العامله هي على كمان طرفين، خارج المنزل وداخل المنزل، الله يعينه. فهلا خارج المنزل مثل الزوج اللي عنده اعباء العمل، عنده بيئه مثلا اداره متسلطه، مدير عم يطالبه باموره، عنده علاقات مع زملائه ممكن تكون جيده ممكن تكون مو جيده، هذا خارج العمل، واللي بيضيف عليها للزوجه هو اعباء المنزليه وتربيه الاطفال واللي هي المهمه الاولى عندها، وهي الصعوبات مثل ما قلنا بتتزلل إذا مثلا لقيت مساندة اجتماعية من اللي حواليها، خاصة من زوجها، من أهلها، من أصدقائها، هي الصعوبات بتقدر تخليها ترضى عن عملها ويرضى اللي حواليها عنها. شو أهم حقوق المرأة العاملة وأهم واجباتها؟
هلا مثل ما حكينا انه نحن هذا العمل هو عم يكون على حساب راحتها، على حساب راحتها النفسيه، على حساب راحتها الجسديه، فنقول انها هي اخذه حقوقها كلها فهي لا، يعني نحن ما حناخذ هي بنرد بنقول هي المعادله، وانها تكون عم تقوم بواجباتها فهي عم لاقصى حد عم تحاول تعمل واجباتها خارج المنزل وداخل المنزل، بس اللي نحن بنطمحه انها تاخذ حقوقها انه ينظر لها كشخص، كشخصيه، كقدرات، ما ينظر لها حتى ببيئه العمل انه هي انثى أو داخل مجتمع أنه هي فقط أنثى، وإذا تعاملت بهذه المعاملة تكون أخذت أكثر حقوقها. كيف لازم تكون العلاقة بين الطفل وأمه العاملة لنحمي حقوقه معا؟ حلو أنه نحمي حقوقه، معناته نحن واجبنا كأمهات هو ضمان حقوق هذا الطفل. هذا الطفل ما ذنبه إذا أمه بتعمل خارج المنزل، فمن حقوقه أنه نحن نعطيه وقت نسمعه، يعني وقت بدها تجي هاي الزوجة أو هاي الأم العاملة، ف بيجي معها طفلة من المدرسة، بتعرفي الطفل بس بده يحكي لماما، بس بده يسمعها شو صاير معه، فهي كمان هون بتكون بحالة مضغوطة، فيها تقول له انه نحن مثلا فينا ننتظر هاي الفترة لارتاح، مثلا الساعة 3 انا بكون ريحت، الساعة 4 بكون نمت شوي قمت، فهو في له حق انه لازم يسمعها، في له حق انه تكون حاجاته ملبات يعني موجودة، ما انه هو يجي كمان يحمل اعباء وادوار ما هي له. في تدريب عالمي اسمه الجود ماذر، هذا عملوه انه لحتى يشوفوا قد ايش الساعات المفيده اللي بتقعدها الام مع اطفالها، فلقوا انه ممكن المراه العامله تقعد ساعه مفيده مع اطفالها وتعطيهم حقوقهم وواجباتهم اكثر من الام الغير عامله اللي ممكن تقعد 10 ساعات وهي ساعات غير مفيده لهذا الطفل. فكل ما كانت هاي العلاقه افضل، كل ما نحن نمو يعني كان النمو عند الطفل هو نمو صحيح وصحي. وجد الترحيب بكم مشاهدينا، تابعنا هذه المادة دكتورة سوسن. دعينا الآن نتحدث كما سألنا الدكتورة جمانة، هل تتساوى المرأة العاملة مع الرجل العامل في الحقوق؟ قوانين العمل جميعا في سوريا كذلك دستور الجمهورية العربية السورية ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. نبدأ بالدستور، دستور الجمهورية العربية السورية دساتير متعاقبة حتى الحالي لعام 2012 ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. فتعبير المواطن التي ورد في معظم مواد الدستور اللي بتتكلم عن الحقوق وواجباته هي تنصرف للرجل والمرأة على حد سواء بدون تمييز بيناتهم. تماما. قوانين العمل، في عندنا قانون العمل اللي في مجال القطاع الخاص هو قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وعندنا قانون العاملين الأساسي العاملين في القطاع العام. القانونين لم يميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والتعويضات بالأمور المالية بالإجازات، عطاهم بشكل متساوي، ما ميز بين الرجل والمرأة على أي بأي مجال، إلا أن التمييز كان لحساب المرأة، يعني إذا في تمييز كان للمرأة. أين كان هذا التمييز؟ على التمييز كان راعى خصائصها الجسدية وراعى أوضاعها الاجتماعية، عطاها مثلا إجازة أمومة للمرأة، أعطيت إجازة أمومة. شفنا هالشيء بمجال القطاع الخاص والقطاع العام على كلا القانونين. فالمرأة أعطيت لحتى تراعي، لحتى ترجع تستعيد نشاط، تعتني بمولودة، طبعا منحت إجازة أمومة، كذلك منحت حتى بعد الولادة، عطاها القانون ساعة اسمها ساعة رضاعة حتى يتم وليدها عمر السنة. تمام. كمان حذر القانون انه تعمل المرأة ليلا، حذر عليهم انه تعمل بالاعمال الشاقة والضارة صحيا، خصوصي اذا كانت حامل او مرضع، منع بات انه تلامس المواد الخطرة او تتعامل معه، منع تشغيل النساء مثل سواء كان القوانين هلا او الاتفاقيات الدولية واللي وافقت عليها سوريا طبعا، انه تعمل بضمن مجال المناجم او المقالع، فكل شيء او يعني اعمال الحمل او فكل شيء طبعا اكيد رعى خصائص المرأة الجسدية انه ما بتقدر طبعا، فهي التمييز كان طبعا لصالح المرأة. دعينا نتحدث بالتفصيل عن هذه التسهيلات القانونية دكتورة، ولنبدأ بما يتعلق بمجال صحة المرأة ورعاية أبنائها. ما التسهيلات القانونية التي قدمت لها في هذا المجال؟ طبعا نبدأ بإجازة الأمومة، منحت المرأة العاملة إجازة أمومة بكل طبعا
لكن للأسف منحت لي 3 ولادات فقط. فالولد الأول منح منحت بموجبه المرأة العاملة إجازة أمومة مدتها 120 يوم تتناقص مع زيادة الولادات، الولد الثاني 90 يوم والولد الثالث 75 يوم. طبعاً تساوت قانون العمل مع قانون العميل الأساسي بهذه المدد. لكن هناك إجحاف في حق المرأة أنه أعطاها هاي الإجازة لثلاث ولادات. يعني إذا المرأة قدر لها أنت أنه تجيب ولد رابع فلا إجازة، وإذا بدها تأخذ إجازة هون إجازات غير مأجورة، أما إجازة الأمومة هي من الإجازات المأجورة. تمام. فهون بدها تأخذ إجازة غير مأجورة. طبعاً وسمح لها القانون بعد ما تنتهي إجازة الأمومة إنه تأخذ إجازة شهر طبعاً بلا راتب. وعطاها مثل ما قلنا إجازة ساعية، ساعة رضاعة حتى يتم مولودة عمر السنة. بالنسبة للتعويض العائلي، متى يسمح لهذه المرأة بالتعويض العائلي بالنسبة لها أو لأولادها؟ منحت المرأة العاملة أو المستخدمة، طبعا في الجهات العاملة تم منحها التعويض العائلي في حال كانت أرملة أو مطلقة أو زوجة لا يتقاضى تعويض عائلي من خزينة الدولة أو من أحد الجهات العامة. هناك العديد من القوانين دكتورة التي نظمت عمل هذه المرأة العاملة وحمت هذه المرأة العاملة، لنتحدث عنها بالتفصيل ولنبدأ بقانون تنظيم العلاقات الزراعية. ماذا قدم للمرأة العاملة؟ هلا قانون تنظيم العلاقات الزراعية لم يبعد عن ما قدمه القوانين الأخرى، يعني حرم عمل المرأة ليلا، لكن كان مجحف قليلا بحق المرأة أنه أعطاها إجازة الأمومة مدتها 75 يوم فقط، إجازة مأجورة مدتها 75 يوم. كمان رجع عطاها بإجازة، يعني إذا تعتبر هي من ضمن إجازات مرضية، إذا كانت تعبانة كتير نعطيها إجازة شهر مأجورة، وإذا كمان ظلت تعبانة بنعطيها إجازة لكن نخصم لها 20% من الأجر. تماما. هلا الشيء كمان اللي كان مجحف أنا بلاقيه بحق المرأة إنه الاستثمارات العائلية استثناها من تطبيق القانون التنظيمي. اسمحي لي أن نشرح بداية معنى الاستثمارات العائلية للسادة المشاهدين ونتحدث. هلا الاستثمارات العائلية يعني العمل بيتم هون ضمن عائلة واحدة، بيكون زوج وزوجة، أصول وفروع، أخوة وأخوات وأولادهم. ونحن بنعرف يعني بمجال الزراعة كلهم هيك عائلة بيجمعوا يعني ضمن عائلة يتم العمل، نادرا ما يجي حدا غريب ويعمل ضمن الأرض. تماما. القانون الأساسي للعاملين كيف حمى المرأة العاملة؟ هلا تكلمنا عنه قلنا نحن بالنسبة لم يرد ذكر أنه عمل، طبعا لأن عمل المرأة في مجال القطاع العام يعني بيكون مدروس أكثر، يعني في من ضمن القانون لم يرد ذكر انه عدم عمل المرأة ليلا او عدم عملها بالاشغال شقل، لان اصلا اعمال تبع الدولة ما في هيك شيء، يعني انه تعمل المرأة ليلا او بالوظيفة العامة، يعني طبعا ضمن الوظيفة العامة ما في هيك شيء. هلا في ساعات عمل اضافية بدها تكون من ضمن جنس العمل، يعني وقت تعمل المرأة بعد الدوام بدها تكون ضمن جنس العمل، وهذا ساعات العمل الإضافية يعني خيارية للمرأة أحيانا بترفضها. تماما. إلا إذا كانت هي بموقع أنه الإدارة بحاجتها فإجباري هون بدها ترضى، إذا كانت بموقع قيادي أو اختصاص نادر فهون إجباري بدها تعمل ساعات إضافية، لكن يعني ما بتتجاوز أنه العمل ليلا ساعات عمل ليلا، يعني حسب ما عيت. هلا في هو عمل ليلي طبعا إلا، بس هالشي هذا نادر منشوفه في نطاق القانون العام، يعني بالعمل بالوظيفة العامة، لكن بالوظيفة الخاصة منشوف كتير انه ممكن تعمل العمل المرأة ليلا. وشفنا انه نفس الشيء بالنسبة لإجازة الأمومة، إجازات الأمومة ممنوحة من ضمن قانون العمل، اصلا قانون العمل هو القانون الأساسي تماما اللي بيستقي منه قانون العمل بالنطاق الخاص معظم مواده. صحيح. دكتورة، ماذا عن قانون التأمينات الاجتماعية؟ هل قدم من مواد إضافية للمرأة العاملة؟ هلا سوى قانون العمل الاجتماعي، قانون التأمينات الاجتماعية سوى بين المرأة والرجل، ولا مميز بين إلا بسن انتهاء الخدمة. سن انتهاء الخدمة يختلف بين المرأة والرجل؟ يختلف بين المرأة والرجل. هون عطيناها زيادة، وكأنه هون اعتراف من المشرع انه المرأة بتبذل مجهود اكثر من الرجل. فسن التقاعد بالنسبة للرجل هو 60،
في حال كانت الخدمة تبعه 15 سنة والمرأة 55. تماما. في كان تجاوز طبعا 20 سنة فسن التقاعد 55 والمرأة 50. إذا هناك اختلاف وأيضا لصالح المرأة طبعا. طبعا هو مثل ما قلت لك يعني صحيح هي اختياري يعني هي اختياري هي فيها تضل 60 بس هون اعتراف من المشرع السوري بأنه المرأة تبذل مجهود أكثر من الرجل. صحيح. اسمح لي مرة ثانية نتوقف مع هذا الاستطلاع دكتورة ثم نعود لحوارنا. مشاهدينا ما رأيكم بعمل المرأة؟ دعونا نتابع هذا الاستطلاع الذي قامت به الزميلة يارا النعم. شو رأيك بعمل المرأة اليوم وكيف بتوفق بين عمله وشغله؟ هلا عمله وشغله بدها توفق بينه وبين جوزها أحسن ما يحدث مشاكل، لأنه بيجي الرجل من البيت من الدوام وتعبان ما في تنظيم بدها تحصل مشاكل. وهي نصف المجتمع طبعا بتحاول توفق بين عملها وبالنسبة وبيتها من خلال تنظيم وقتها وبيساعد على هالشيء مثلا العائلة بكاملة مثلا من الزوج للأولاد. وقت المرأة بتعمل هي يعني بكلها كيان بالمجتمع بكلها قيمة مقدار وما بتكون بحاجة حدا أبدا. أنا بحترم صراحة المرأة وبحترم أنها تكون تشتغل بنفس الوقت وتعطي وقتها لتسي 70% لعملها و 30% لعائلتها، لأنه أول شيء هي بتصير ريلاكس بنفس الوقت وبنفس الوقت يعني ال 30% اللي حتعطيها 30% للعائلة، فهي بنفس الوقت بتكون هادي وكول وهالشي بلاجر. يعني انه انا مثلا زوجتي انا بتمنى عارف كيف يكون 70-30 تشتغل تعطي مجال لعائلتها و 70% لعملها، وهيدا لانه ما في فرق بين المرأة والرجال، ومثل ما بتقدم الرجال المرأة بتقدم بنفس الوقت. المرأة العاملة عندها هم كبير وتعب كبير وشغل كتير، وإذا بتوفق بين بيتها وبين شغلها فهذا رح يكون على حساب نفسها أو بده يكون على حساب بيتها وأولادها. أنا مرأة عاملة في توفيق بس بده يكون على حسابك أنتي، بدك تنظمي الوقت، بده يكون في ضغط كبير بين شغلك وبيتك وبين الأولاد تدريس الأولاد، فالشغلة صعبة وفيها ضغط. بس بصراحة أنا جربت كون مرأة عاملة وجربت كون في إجازة، لقيت حالي كمرأة عاملة أفضل بس بده يصير تنظيم وقت. مو كل أنثى ممكن تستفاد من مجال العمل حسب هي شخصيتها، حسب هي بتحب النجاح، أو أنا والله بهتم بنفسي وبهمل أولادي. كتار موظفات للأسف بيركزوا على حالهم بتركوا أولادهم. أنا بلاقي الوظيفة هلأ أنا لما اشتغلت كتير قويت، تعلمت لنفسي لبيتي كتير مهارات تعلمتها بمعشر الناس خلطة العالم، بالعكس بتقوي المعارف تصقل المهارات. المرأة هي ماكينة الحياة وهي قلب النابض لجسم الإنسان، مجبورة توفق لأنه اليوم إيد وحدة ما بتزقف، بدها تكون كمان واقفة سند لزوجها ولعائلتها. أجدت الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفتنا العزيزة اليوم. دكتورة حسب ما تابعنا ما رأيك أنت بعمل المرأة اليوم؟ طبعا عمل المرأة هلأ أنا ما بقول لأنه المرأة وقت بتقرر تعمل فهذه المرأة تقدس الوقت. يعني أنا عندي كل دقيقة بدها تروح بلا فائدة هي أنا عم بهدر وقت. تماما. وتقديس العلم اللي أنا أخذته. فأنا العلم يلي أخدته ودرسته أنا لازم أعمل فيه بصرف النظر عن أي ظرف آخر، ظرف مادي، ظرف أنا بدي أثبت حالي، لا مو لإثبات نفسي. هلأ بجوز يكون عبء علي بس أنا بعرف أنه أنا وقت قرر أعمل أول شيء أنا قدست الوقت، كل دقيقة بدها تروح بدها يكون فيها شغل. أنا صحيح. هيك أنا قناعتي هيك أنه وقت يهدر بلا شيء فهذا حرام. يعني الوقت أصبح مقدس لدى المرأة العاملة. أنا عندي الوقت مقدس والمرأة بتقرر أنه تعمل لهالشي هاي أنا بحترمها جدا. المرأة بدها
تعمل بس مشان اني انا ما اهدر وقت، انا في عندي وقت وانا عندي علم، انا العلم يلي تعلمته انا واجبي انا اعمل فيه بصرف النظر عن اي شيء تاني. طبعا في ضرورات تانية، في دوافع تانية، هلا بجوز المرأة تندفع لميدان العمل بجوز مو تحت هالمعتقدات هي، بجوز بدافع مثلا حاجة مادية، في بعضهم بدهم يثبتوا حالهم انه هن والله وصلوا لهالمركز او شيء. فانا بالنسبة لي انا بعتقد انه عمل المرأة هو واجب عليها في حال كانت عاملة او غير عاملة، فالمرأة ما لازم يكون الوقت تبعها يروح هيك. ولهيك هلا بنشوف انه المرأة العاملة منظمة جدا تماما، يعني ما عندها شيء. ممكن تكون انا بشوفهم انه اشطر من النساء اللي قاعدين بالبيت بلا شغل، هلا بيبقى ضل عندهم امل انه معهم وقت، اما المرأة العاملة وقتها معبة وقادرة على تنظيم هذا الوقت بنجاح حقيقة. طبعا طبعا، لانه هي قدرت قيمة الوقت تمام. قدرت قيمة الوقت وقدرت شلون بدها تقسمه، وبلاقيها انه ناجحة بكل المجالات، تربية اولادها ببيتها، مثل ما قالت الأستاذة قبل شوي بتلاقيها ببيتها ربة منزل شاطرة. صحيح. يعني طبعا هي مثل ما برجع بقلك التعميم هو مثل ما بيقولوا قمة الجهل، أنا ما بعمم، بس المرأة اللي قدست الوقت وقالت أني أنا بدي أعمل مشان لأنه هذا واجب علي، أن أنا إذا حدا بحاجة لعملي أني أنا أعطيها، فأكيد بدها تنجح على كل المستويات إن شاء الله. تماما دكتورة، وجود قانون يحمي المرأة العاملة لا يقل أهمية عن تطبيق هذا القانون، لا يقل أهمية عن وقوف الرجل جنبا إلى جنب إلى جانب المرأة العاملة أو زوجته العاملة. حدثينا عن دور الرجل في الأسرة التي فيها المرأة عاملة. هلا بعض الرجال بيؤمنوا جدا بقدرة المرأة بعلمها وعملها وبيكون مساند إلى لأبعد حد، وبعضهم بالعكس يعني بيوقفوا بوشة، في بعضهم بيدافع أنه أنا ما بدي مرتي تكمل يعني درست خلاص، هي ثقافة إلى الأولاد ما بديها تشتغل تمام. بعضهم بيدافع الغيرة إذا صارت أعلى منه، صح، أنه بيوقف بوشة، وبعضهم بيكون جدا يعني داعم إلى داعم إلى. وأكيد المرأة الناجحة أنا بيقول وراء كل أنا ما بقول كل رجل عظيم، وراء كل عظيم بيكون حدا بيسانده سواء كان أكيد. رجل أو مرأة بالتأكيد. طيب دكتورة، المرأة العاملة دائما تحس بالتقصير، وحقيقة نحن نسمع هذا في حديث النساء العاملات، ربما لم يقصرن بشيء لكن لديهن دائما إحساس بالتقصير تجاه الأولاد. كيف تحمي المرأة العاملة أبنائها من هذا التقصير؟ بالشعب لك أنا ما بحس بالتقصير، بالعكس يلي بتؤمن مثل ما قلت لك بتقسيم الوقت وبقيمته ما بتروح ولا دقيقة بدون أنه تروح هيك. يعني في شغلات غير ضرورية بيعملوها النساء، بيضيعوا وقت على شغلات بلا طعمة، يعني مو كل الأحيان، يعني بتلاقي وأغلب أولاد النساء العاملات تلاقيهم ناجحين بدراستهم وناجحين، وهدنك لا تماما. يعني طبعا بنرجع نقول ما في شيء تعميم، بس الشيء اللي عم نشوفه ظاهريا أنه لا، هلا يعني تسعى الأم العاملة إلى تميز يعني أولادها إيه على طول، يعني أولاد رفقاتنا سواء بمجال المحاماة أو بمجال التدريس ناجحين، يعني ما شفنا والله طالب إلك أنا ما بدي أكمل أو أنا يعني خلص. والأب والأم قدوة، الأب والأم قدوة، والأم بالذات هي القدوة، الأم هي اللي بتسير المركب تماما. على الأب له دور بس دوره ضئيل قدام دور الأم، وفي بعض الأمهات هي بصير الأب معه. صحيح. فالأم هي المديرة، أنا بعتبرها هي المسؤولة السفينة. مسؤولة عن إدارة الأسرة. صحيح. فأكيد يعني إذا كانت هي على درجة يعني من الثقافة والعلم أكيد ما لح تروح فيهم لمكان إلا لبر الأمان. كيف يمكن أن تعوض الأبناء عن فترة غيابها مثلا أثناء العمل؟ هلا يعني الاولاد في لهم كثير نشاطات ممكن الام تعطيهم اياها وهي مو موجوده اصلا، هن ما بدهم اياها. يعني هلا انا مثلا انه مثلا بحب حطهم انا بدوره سواء صيف او شتاء، بعد المدرسه في عندك نشاطات رياضيه، يعني الطفل بده يتعلم سباحه بده يتعلم رياضه، ممكن يعني انا يصادف وقت رجعتي مع رجعتهم
يعني ما عاد في غياب مشترك بيناتنا تماما. يعني اني انا غيب وهن حضرانين او انه يحضروا وانا غايبه، يعني هي بدها توافق وقت اني انا انظم لهم وقت وقت تكون انا برا. اذا سر النجاح هو بتنظيم الوقت معها ومع التنظيم والإدارة. صحيح دكتورة. لنعود الآن إلى دور القانون في حماية المرأة العاملة. هل يجوز فصل المرأة العاملة إذا تغيبت بسبب أمور صحية متعلقة بالحمل أو الرضاعة؟ طبعا حذر القانون على رب العمل بقانون القانون العمل رقم 17 لعام 2010، حذر على رب العمل أنه يفصل العاملة في حال كانت في إجازة أمومة. لكن في بعض النساء إذا أخذوا إجازة أمومة وراحوا اشتغلوا عند رب عمل تاني، فهون القانون عطاه الحق بأنه يسترجع، لأن هاي الإجازة مأجورة، يسترجع المبالغ اللي عطاها إياها ضمن الإجازة، أو إذا ما عطاها إياها لسه بيخصمها منا، يعني بتكون الإجازة غير مأجورة. ومتى يجب إنشاء دار للحضانة لأبناء العاملات؟ قانون العاملين الأساسي سكت عن هذا الموضوع، لكن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أوجب على رب العمل في حال كان يستخدم 100 عاملة أنه ينشئ لهم دور حضاني. إذا كانوا أقل من ذلك، أقل من 100 وتجاوزوا 20، فهون بيهيئ لهم مكان يكون مناسب لاستقبال أطفال العاملات، وبيحط لهم طبعا مدبرة أو مربية مهيئة وبتكون مؤهلة لاستقبال الأبناء، أبناء العاملات. دكتورة الآن دعينا نتحدث عن الزوج، نعود للزوج. هل يحق للزوج بأن يمنع المرأة من العمل قانونيا؟ لا، قانونيا لا يحق له، لا يحق له قانونيا. وأنا لو بدي يفوت شوي بالشرع، وشرعا لا يحق له تماما. يعني المرأة إذا بدها تعمل لا قانونا ولا شرعا بيحق له إنه يمنع تمام. كل ما هنالك، اذا ايضا بالشرع لا يجوز، لا كل ما هنالك اذا عملت المراه بدون رضا زوجها شرعا تسقط نفقتها فقط، هي يعني مو نفقه اولادها، يعني هو الرجل النفقه على على الزوجه حق وواجب، حق للزوجه وواجب على الزوج. عندما تكون المراه عامله هل يجب على الزوج الانفاق عليها قانونيا؟ طبعا طبعا النفقة، طبعا احنا قانون الأحوال الشخصية هو اللي بيتعلق بأمور النفقة. النفقة واجب على الزوج وحق على للزوجة، فما بيحق له الزوج انه يمتنع عن انفاق عن زوجته اذا كانت عاملة، الا اذا اثبت انه هو ما بده اياها تطلع تشتغل. طيب دكتورة، سؤال قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده، النفقة للمرأة العاملة وهي على ذمة الرجل من بعد الطلاق تتحدثين طبعاً. وهي على طبعا هلا النفقة واجبة على الزوج، واذا ما انفق عليها بحق الا انه تطلب الطلاق لعلة العسار. يعني النفقة واجبة على الزوج، هي على طبعا هي موجودة بحياته الزوجية. اذا امتنع عن الانفاق وما كان له مال خاص، اذا له مال خاص بيقول له روح خدي من ماله. طبعا شرعا نحن الزوج هو مسؤول عن زوجته واولاده، هو اللي بده ينفق عليهم، فاذا ما بيحق له، اذا امتنع بيحق لها هي تطلب التفريق. الجانب الاخر، هل يجب قانونيا على المراه العامله الانفاق على الزوج؟ نتحدث هنا من ناحيه القانون. هلا القانون لم يوجب على المراه انه تنفق على البيت او الاولاد حتى اولادها، فهي بهون بتكون يعني هي احسان منا، يعني إذا هي حبت تنفق على البيت أو حبت تنفق على أولادها فهي غير مسؤولة. لا، حتى عن نفسها غير مسؤولة تماما، يعني مو مسؤولة عن إنفاق عن نفسها. فمثل ما قلنا، يعني إذا هي فهذا بيكون بالتراضي بيناتهم، هي حبت تساعد هي فهي. إذا هنا نتحدث من الجانب الإنساني والاجتماعي، واجب مساعدة، لا واجب قانوني ولا واجب شرعي عليها بالإنفاق. كيف حمل قانون المرأة؟ وكثير ما نسمع عن حالات استغلال وابتزاز للمرأة العاملة، كيف يحميها القانون في هذه الحالة؟ هلا في هذا في هذا الوقت في عنا قانون العمل هو اللي اجى على هالنقطة هي، وقال إذا تعرض العامل أو أحد
أفراد أسرته لأي عمل ممكن أنه يكون بضره له، بحق له أنه ينهي العقد بدون اختار رب العمل. نحن بنعرف أنه إذا العامل بده يترك العمل لازم يختار رب العمل قبل شهرين، يعني يقول له أنا بدي يترك العمل. إذا تعرض لهيك مواقف فبحق له ينهي بدون ما يخطره فورا، وما بيطلع لي يعني إذا نهى بدون ما يخطره بيطلع عليه تعويض ممكن، وممكن يقاضي، فبهاي الحالة ما بيطلع عليه شيء. تماما. طيب دكتور، ممارسات الحماية المثلى للمرأة، المرأة العاملة، مسؤولية من؟ يعني أنا إذا تعرضت لموقف بالعمل من الذي سيحميني بالدرجة الأولى؟ طبعا القانون، قانون العقوبات هو حمل الموظف العام من أي اعتداء، من أي جريمة حتى لو كانت ذم أو قدح، فقانون العقوبات حمى الموظف من أي جريمة ولو كانت بسيطة بيتعرض إلى أثناء العمل أو بسبب ممارسته للعمل. برأيك اليوم ما المهارات، يعني غير التعليم، تحدثنا عن التعليم، ما المهارات التي يجب تمكين المرأة منها للدخول إلى سوق العمل؟ ودعينا نتحدث هنا عن الواقع السوري. هلأ أهم شيء أني أنا عزز ثقتها بنفسها، تكون واثقة بنفسها، وأنا أرجيها أني أنا واثقة فيها وأنا مؤمنة فيها ومؤمنة بعملها. لأن الشيء هذا مثل ما قلت لك، معظم هون المجتمع بينظر نظرة تهميشية للمرأة، أنه أنت لا، وقت بيميز بين أنه يجي رجل أو امرأة على طول بيفضل، حتى بمجال التدريب يعني أنا صارت معي يفضل الرجل على المرأة، حتى أنا يعني بمكان عملي صارت معي أنه في رئيس إداري اللي أنه المرأة لا تصلح للإدارة، يعني هالنظرة هي أخذها أنه المرأة لا، هي الكلمة هي لازم تنمح، المرأة لا تصلح، في رجال كتير لا يصلحوا لشيء. يعني هذا التمييز بين المرأة، طب أنا وقت التمييز النابع من موروث غير صحيح أبداً، حتى بمجال التدريب، يعني أنا بدي درب هون واحد وصل لمركز، أنا بدي دربه ليصل لمركز أعلى، إيه لا تصلح، لا هذا باخد أنا رجل بدربه أحسن. ليش؟ إلى الآن في تمييز بشكل أو بآخر، لو وصلنا لأعلى الدرجات عم نلاقي إنه في تمييز. تماماً. وغير الثقة، ما المهارة التي يجب أن أكسبها للمرأة؟ قلت لك أنا بدي أؤمن إنه هذا العمل تبعه عمل منتج، يعني أنا بدي أؤمن بعمله وبدي أؤمن فيه وأعزز هذا النجاح طبعاً. وقصص هذا النجاح طبعاً. حقيقة دكتورة هناك العديد من الأسئلة، لكن وصلنا وإياك إلى ختام حلقة اليوم. الشكر الجزيل لك دكتورة سوسن بيطار على وجودك الجميل معنا في حلقة اليوم. شكرا كثير إليك ولكل من تابعنا. الشكر موصول كذلك لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، ولفريق العمل الذي كان برفقتنا اليوم. أحبتنا، وسط دوامة العمل لا أحد منا نساء ورجالا ينتبه لنقص المرأة واختلاف تكوينها وهشاشة عاطفتها، تدخل بإرادة قوية في أكبر التحديات، وكثيرا ما نجدها تتفوق، تحقق نجاحات مبهرة يعترف بها من يقدرها، ثم يلجأ لها الأب والأخ والابن بعد ساعات من العمل، وينتظرون منها اللقمة والبسمة والحنان. ألا تستحق منا هذه المرأة التقدير؟ تذكروا دائما أحبتنا أن أولى مراحل تطبيق القوانين معرفتها. إلى اللقاء.